بسم الله الرحمن الرحيم. واليوم رح ناخذ الهيموفلاجيليتس. الهيموفلاجيليتس تشمل الليشمانيا والتريبانوسوما، والديزيز اللي تسويه يسموه ليشمانياسيس وتريبانوسومياسيس. طبعا انتوا اخذتوا عرفتوا الفلاجيليتس، اخذتوا انتستينال فلاجيليتس، والمثال عليها اعطيناكم اياه، والمهم هي الجارديا، جارديا لامبليا اهم وحده بالانتستينال فلاجيليتس. وعندنا يوروجينيتال فلاجيليتس اللي هي ترايكوموناس فاجينالس، اخذتوها مهمه. واليوم راح ناخذ الهيموفلاجيليتس. الهيموفلاجيليتس اللي هي يسموها بلاد ام تيشو فلاجيليتس. تعرفون الفلاجيليتس هي الموفمنت مالتها باي فلاجيلا، والمفرد فلاجيلم، فتتحرك باي فلاجيلا اللي هو سايتوبلازميك اكستنشن. فاليوم راح ناخذ الليشمانيا والتريبانوسوما، فشي سريع عليها بالمختبر. التريبانوسوما نحكي لكم عليها اوسع. بالهيموفلاجيليتس ما عندنا تروفوسيست، مو مثل الجياردية. جياردية بها تروف تعيش بين الدودينام، والانفكتيف ستيج هو السيست، كوادرينوكليت السيست. هنا ما عندنا لا تروف ولا سيست. عندنا بالفلاجيليتس عندنا فور فورمز، اربع اشكال. الفورم الاول اللي هو يسموه اماستيغويد، ا نيجاتيف، ما بيها الاماستيغويد، ما بيها فلاجيلا او ما بيها فلاجيلم. هو عباره عن توربيدو شيب، اوفال ان شيب، بي نيوكلياس، هاي النيوكلياس، وبيفد نقطه مقابل للنيوكلياس يسموها الكانيتوبلاست اللي تحرك الفلاجيلم. فهو عاده يكون اوفال ان شيب، النيوكلياس بجهه بالبيريفيري مالتها، والمقابلها اكو فد نقطه تشوفوها اللي هي الكانيتو بلاست. فهذا الاماستيغويد. الفورم الاخر يسموه بروماستيغويد، مور يعني اكستندد ذان، اطول من الاماستيغويد، سلندر ان شيب او سبندل ان شيب، هم بي نيوكلياس بالسنتر، والكانيتو بلاست هنا يكون انتيريرلي، ويطلع منه سينجل فلاجيلم اللي هو هذا. فصار عندنا اماستيغويد والبروماستيغويد. طبعا الاماستيغويد هو اوبليجاتوري انترا سيلولار باراسايت، يعيش داخل السيلز. والبروماستيغويد عاده نشوفه اما بالانسكت، بالفكتر، او عند كلتشر. These two forms، الأماستيغويد والبروماستيغويد، موجود بالليشمانية. بالمان موجود الأماستيغويد، هذا بالمان، وبالإنسكت موجود البرو. الفورم الثالث اللي هو قاعد يشوفه يسموه إبيماستيغويد. هنا أنا also slender in shape، نيوكلياس دائما بالسنتر، كانيتوبلاست هنا in front of the nucleus مو anterior اللي مثل البروماستيغويد، يطلع منه undulating membrane، قاعد اشوف مثل الزعنفة في هذا undulating membrane، وينتهي بfree flagellum. هذا يسموه epimastigoid. last form اللي هو يسموه tripomastigoid، هنا more also more cylinder، شوية أطول، more elongated. هنا النيوكلياس بالسنتر، الكانيتوبلاست هنا يكون posteriorly مثل ما تشوفوا، ويطلع منه undulating membrane على extend along the surface of the parasite، وينتهي بfree flagellum. فهذا يسموه tripomastigoid. these two forms، الepimastigoid والtripomastigoid، موجودة بالafrican trypanosomiasis. بالإنسكت موجود الإبي، وبالمال موجود للتريبوماستيغويد. فصار عندنا الأماستيغويد والبروماستيغويد موجودة بالليشمانية، الأماستيغويد بالمال، وعندنا بالأفريكان تريبانيوسومياسيس موجودة الإبيماستيغويد والتريبوماستيغويد، بالمال موجود التريبوماستيغويد، وعندنا بالأمريكان تريبانيوسومياسيس كل الفورمز موجودة. هاي بالامريكان يسوي لنا تشاغاس ديزيز، ميليشمانيا تريبانوسوما كروزي. فبالتريبانوسوما كروزي
موجودة الفور فورمز، الأماستيغويد والتيبو ماستيغويد موجودة بالمان، والإيبي والبرو موجودة بالإنسكت. فإحنا راح نبدي بالليشمانيا اللي هي أهم من التريبانوسوما، لأن الليشمانيا موجودة بالعراق. الليشمانيا أو الليشمانياسيس هو collective name of number of diseases caused by مثل ما شفتوا أنتو protozoan flagellates of genus leishmania وبي different manifestation. ال general character مال الليشمانيا genus leishmania هي كلها life cycle تكون indirect life cycle، يعني تحتاج إلى two host. نقول indirect life cycle، بنقول indirect تحتاج إلى two host، بنقول direct يعني تكمل اللايف سايكل بوان هوست. فتحتاج إلى two host، واحد منها الvertebrates اللي هو المان الموجود بالأماستيغويد، والأكو reservoir host عادة إما الدوك أو الرودنت، وعندنا الأذر invertebrate host اللي هو الفيكتر الموجود بالبروماستيغويد. عادة الفيكتر هو ساند فلاي، فيميل ساند فلاي جينس فليبوتاموس. فبالمال موجود الاماستيغويد وبالانسكت موجود البروماستيغويد. فالبروماستيغويد هو اللي حيكون افكتيف ستيج تومان موجود بالانسكت. طبعا الاماستيغويد مثل ما قلنا هو طبعا هو يصيب الارتيكولو اندوثيليال سيلز اوبليجاتوري انترا سيلولار باراسايت، اما بالسكن يسوي لنا كوتينس ليشمانياسيس، او بالفيسرا يسوي لنا فيسرا ليشمانياسيس، والمالتيبلاي باي باينري فيجن. الديفرنت كلينيكال فورمز اوف ليشمانياسيس قلنا هو كولكتيف ليشمانياسيس، يعني كولكتيف ديزيز. عندنا الاخطر واحد هو الفيسرا ليشمانياسيس، وعندنا كوتينيوس ليشمانياسيس، وعندنا ميوكو كوتينيوس ليشمانياسيس. بالعراق موجودة الفيسرال والكوتينيوس ليشمانياسيس. فالفيسرال ليشمانياسيس caused by ليشمانيا دولفاني. طبعا السبيشيز تختلف عن مال الكوتينيوس، هي كلها جينس ليشمانيا، بس هنا عندنا ليشمانيا دولفاني تسوي لنا فيسرال ليشمانياسيس. يعني involved قلنا الارتيكولو اندوثيليال سيل of the liver, spleen, bone marrow of internal organ. وعندنا الليشمانيا تروبيكا كومبلكس يسوي لنا كوتينيوس ليشمانياسيس. هنا caused by ليشمانيا تروبيكا، تختلف عن الليشمانيا دولفاني. هنا نصيب الارتيكولو اندوثيليال سيلز او المايكروفاج اللي موجودة بالسكن. وعندنا ميوكوكوتينيوس ليشمانياسيس يسموها ليشمانيا براسيليانسيس، ما موجودة هاي بالعراق. نانا تصيب الميوكوس ميمبرين of the mouth, nose والسكن around the mouth and the nose، فهاي موجودة بالبرازيل فمن اسمها ليشمانيا براسيليانسيس. فصار عندنا ليشمانيا دونافاني وليشمانيا تروبيكا وميوكوكوتينيوس ليشمانياسيس. طبعا الليشمانيا هي وورلد وايد ديستريبيوشن، و اراوند 2 مليون نيو كيسز اوف ليشمانيا اوكر انيوالي. فالليشمانيا الكوزيتيف ايجنت هو مثل ما عرفتوا هسه، هو عباره عن بروتوزوان فلاجيليتس. الفكتور هي الساند فلاي اللي بيها البروماستيغويد. عندنا different species و subspecies of ليشمانيا of genus ليشمانيا. فالليشمانيا بيها different species مثل ما شفتوا، وعندنا subspecies that infect man. فهنا أنا قاعد أشوفون الأماستيغويد. الأماستيغويد قلنا من اسمها ما بها تكون اوفال ان شيب، ما بها فلاجيلم، بها نيوكلياس وكانيتوبلاست، هاي موجوده بالمان، وريزرفوار هوست اللي هو دوغ والرودنت. وعندنا البروماستيغويد اللي هي مور الونجيتد، هنا اوفال ان شيب الاماستيغويد، هنا تكون
cylindrical in shape. القلنا الكانيتوبلاستي لازم تكون انتيريرلي يطلع منها سنجل فلاجيلم ما بها اندوليتنج ميمبرين، هاي موجوده بالانسكت. فعندنا البروماستيجويد موجوده بالانسكت والاماستيجويد موجوده قلنا بالمان ما بها فلاجيلم الاماستيجويد، بس هي اوبليجاتوري انترا سيلولار باراسايت ان ذا ريتيكولو اندوثيليال سيلز تعيش خاصه بالمايكروفيج. كل هاللايف سايكل مال الليشمانيا سواء فيسرال ميوكوكوتينيوس اور كوتينيوس ليشمانياسيس لايف سايكل هي نفسها. انفكتيف ستيج هو قلنا البروماستيجويد الترانسميتد باي الفيكتور اللي هي الانسكت ساند فلاي فيميل ساند فلاي فليبوتوماس، من تعض شخص تنطي البروماستيجويد تتحول الى اماستيجويد. والاماستيجويد قلنا من يدخل الى الجسم اوف هيومن يدخل الى الارتيكلو اندوثيليال سيل خاصة المايكروفاج ويبدي ينقسم باي باينري فيجن. فالليشمانيا الاماستيجويد تعيش بالمايكروفاج فهي انترا سيلولار باراسايت. طبعا المايكروفاج هي تعيش بها وتنقسم باي باينري فيجن داخل المايكروفاج الى ان الجسم ديفلوب بمعنى انترا سيلولار develop cellular immunity for cell mediated immunity. وعاده هي تي هيلبر 1 قلنا مسؤوله عن السيلولار immunity اخذتوها العام، والتي هيلبر 2 عاده مسؤول عن الهيومرال immunity. فهنا تي هيلبر 1 الى ان develop طلع لنا جاما انترفيرون وانترلوكين 12 ترجع تشتغل هاي الجاما انترفيرون على المايكروفاج تسويها مور اكتيف وكل ذا باراسايت. الاشخاص اللي عندهم يعني immune deficiency خاصة بالcellular immunity مثل الإيدز تبقى الباراسايت داخل الميكروفاج وما تقدر تقضي عليه. فهنا هاي الميكروفاج قاعد تشوفوها وبداخلها هاي كل واحدة من هاي النقاط اللي هي amastigoid يسموها LD body ليشمانيا دونوفاني body. هاي RBC وهاي ال white BC another microphage وهاي ال white BC. فهنا أنا داخل الموجودة إذا تركزون عليها كل واحدة من هاي بيها نيوكلياس وبيها نقطة بصف النيوكلياس اللي هي كايريتو بلاست. فهاي هاي الأماستيجويد داخل الميكروفاج سواء كانت بالسكين أو بالكوتينيوس أو بالريتيكولو بالليفر بالبون مارو إذا كانت visceral leishmaniasis. الانفكتيف ستيج هو هذا البروماستيجويد بنيوكلياس بالسنتر قلنا ونقطة اللي قدام انتيريور اللي كانيتوبلاست ويطلع منه سنجل فلاجيلم. الفيكتور اللي هي فيميل انوفيل ساندي فلاي في جينوس فليبوتوماس. فهنا الساندي فلاي الانفكتيف ستيج مو الموسكيتو مثل الملاريا اللي هي انوفيلس موسكيتو بالملاريا، أنا لا الساند فلاي يسموه بالعربي الحرمز. فهاي هي الفليبوتوماس او الفيميل ساند فلاي. بنتعرض شخص سك بلاد مثل ما تشوفون هذا البلاد وتنطي البرو ماستيجويد اللي هو الانفكتيف ستيج. فاللايف سايكل راح تصير الانفكتيف ستيج هو البرو ماستيجويد الترانسميشن باي انسكت بايت اللي هي ساند فلاي، من يدخل الى الجسم يتحول الى اماستيجويد داخل المايكروفاج. فاللايف سايكل هي بتوين بروماستيجويد والاماستيجويد. وهاي هنا اللي قاعد تشوفوها هاي المايكروفاج وبداخلها هاي النيوكلياس مال المايكروفاج وبداخلها كل وحده من هاي اللي قاعد تشوفوها الاوفال شيب هي عباره عن اماستيجويد. قلنا الانقسام باي باينري فيجن، كل واحدة بيها نيوكلياس وبيها فد نقطة سوداء قاعد تشوفوها هاي الكانيتوبلاست مثل هذا قاعد تشوفوه هذا توربيدو شيب. النقطة هاي كانيتوبلاست والكبيرة اللي هي النيوكلياس. نيجي على الليشمانيا تروبيكا أو كوتينياس ليشمانياسيس، قلنا هاي موجودة بالعراق ويسموها بغداد بويل، كل منطقة لها اسم. بالهند يسموها دلهي بويل، طهران طهران بويل، احنا ببغداد يسموها بغداد بويل. الكوتينيوس ليشمانياسيس
هي يعني عدة ديزيزز، فتتقسم إلى ليشمانيا تروبيكا وليشمانيا ميجر. قبل هاي ليشمانيا تروبيكا كانوا يسموها ماينر، ليشمانيا ماينر، فإما نقول ليشمانيا ماينر وليشمانيا ميجر، أو ليشمانيا تروبيكا وليشمانيا ميجر. ليشمانيا تروبيكا أو الماينر يسوي لنا دراي سور أور أوربن، الليشمانيا ميجر يسوي لنا الويت سور أور رورال. وأكو فد نوع مو كلش مهم بالنسبة لكم يسموه ديفيوزد أور ديسيمينيتد كوتينيوس ليشمانياسيس، ليشمانيا أثيوبيكا. هاي بالنسبة للأولد وورد كوتينيوس ليشمانياسيس. وأكو النيو وورد اللي هو الميوكو كوتينيوس اللي هي قلنا ليشمانيا براسيليانسيس. احنا سنجي على الليشمانيا كوتينيوس ليشمانياسيس. الليشمانيا قلنا عندنا نوعيتين، ليشمانيا ميجر وليشمانيا تروبيكا. التروبيكا يسموها ماينر، ليشمانيا ماينر بالاهل الجلديه. الليشمانيا ميجر هو اللي يسوي لنا ويت ليجن ويكون زوناتك ديزيز وبي سيفير اكشن ومور رابيد. عندنا الليشمانيا تروبيكا او الليشمانيا ماينر اللي هي انثروبونوتيك كوتينيوس، يعني مالمان نوت زوناتيك ديزيز، الليجن تكون دراي ومينيمال ألسريشن. فالفروقات بيناتها هي كلها كوتينيوس ليشمانياسيس، بس هم قسموها الى ليشمانيا، فكلها يسموها ليشمانيا تروبيكا كومبلكس، تختلف عن ميوكو كوتينيوس ليشمانياسيس. فالليشمانيا تروبيكا كومبلكس تشمل ليشمانيا تروبيكا اللي هي قلنا يسموها ليشمانيا ماينر، يسوي لنا دراي سور اور اوربن كوتينيوس ليشمانياسيس. هنا يكون مور كرونيك ديزيز، يوجوالي لاست فور اير اور لونجر حتى تصير ألسر. الانكوبيشن بيريود مالتها 2 months to 3 years long incubation period. تسوي لنا دراي ليجن ويوجوالي بالفيس، وطبعا موجوده بالاربن، ويسموها ليشمانيا ماينر او ليشمانيا تروبيكا. ليشمانيا ميجر تسوي لنا الويت سور او رورال كوتينيوس ليشمانياسيس. هنا تكون مور rapid or more acute. هناك قلنا هنا الديوريشن usually from 3 to 6 months تصير الألسر الليجن، هناك قلنا تحتاج إلى تقريبا year. الانكوبيشن بيريد أقل 2 weeks. هناك بالأربن قلنا بالفيس، هنا عادة باللور limb وألسريت very rapidly قياسا للليشمانيا ماينر. الليشمانيا اثيوبيكا اللي سوي لنا ديفيوز كوتينيوس ليشمانياسيس تشبه الليشمانيا تروبيكا او الماينر. فالليجن هنا الفيرست ليجن اول ما تبدي فد نقطه حمراء يسموها ريد بابيول، طبعا الماكيول اذا تكون ويا الجلد من ترفع شوية يسموها بابيول، فمنطقة مرتفعة صغيرة يسموها تكون ريد بابيول. وبعدين هاي إذا تكبر تتحول إلى إلى ألسر if not treated، والألسر طبعا heal by scarring، فسوي النفذ disfiguration وممكن يصير بيها secondary infection. فيجوالي هي تكون painless إلا إذا صار بيها biogenic complication تصير مرات painful. فهاي هي الليجن. فأول ما تبدي small حبة صغيرة يسموها red papule، بعدين تكبر تصير nodule يجوالي بالفيس بالدراي أو الليشمانيا ماينر، والسريت سلولي. طبعا هذا ياخذ انتبايتك الى ان تشخص تتعالج.
فإذا شخص تعالجت فهيل باي سكارينج. فكل ما تكون أصغر كل ما يكون السكار أقل. هاي الويت سور مبينه، شوف تكون عادة بالإكستريميتيز تكون مور رابيد الألسر مالتها وتكون ويت. فهذا هو الألسر، يشبه البركان فولكانو لايك ألسر مثل ما قاعد تشوفوا. هنا بي إكزوديت وبالطارف مالته موجود الباراسايت. ويجولي يعني هيلز اتس نوت تريتد ويخلف لنا سكار، فيصير سكارينج تيشو مثل ما تشوفوها هنا. هاي تبقى الندبة ويسموها بالعربي يسموها الأخت. فهاي هي البويل بغداد بويل اف نوت تريتد راح تصير سكارينج. وقلنا الريزرفوار هو الدوغ. فالباثوجينيسيس الافكتيف ستيج هو البروماستيغويد والميثود اوف ترانسميشن باي انسكت بايت من الساند فلاي. تنطيل البروماستيغويد يدخل الى داخل السكن تتحول الى اماستيغويد تدخل داخل المايكروفاج ويتحول يعوف التيل مالته يصير اماستيغويد يبدي ينقسم باي باينري فيجن الى ان يصير عنده سيلولار ايميونيتي تي هيلبر 1 تقوم تطلع جاما انترفيرون والمايكروفاج يصير اكتف كل ذا باراسايت. فالمايكروفاج تحتاج الى تي لمفوسايت تي هيلبر 1 وراح يصير عندنا فد رياكشن يسموه جرانيولوماتاس رياكشن. مايكروفاج وتي لمفوسايت فيصير فد جرانيولوماتاس رياكشن. واذا نوت تريتد فراح يصير عنده نوديول والنوديول بعدين ألسريت والألسر هير باي سكارينج. والألسر يكون قلنا يشبه الريزد إيج يشبه الفولكانو وما عادة يكون بيرلس إلا إذا بي سكندري إنفكشن فلح يصير بيرفل. الدايجنوزيز بما أنه بالسكن يعني سهل فالدايجنوز بيست ميثود هو السكريبينج from the edge of the ulcer or aspirate ناخذ بالنيدل او اكو شيء يسموه بانش بايوبسي يدخلون البريمه مال الطبيب الى السنون الى الحافه مال الالسر وناخذ التشيو ونصبغه باي جيمزستين اور باي ليشمانستين ونفحصها داخل الميكروسكوب ونشوف مثل ما تشوفون هنا مايكروفاج وبداخلها هذا كل وحدة من دولة هو أماستيغويد بنيوكليس وبيفد نقطة تشوفوها الكانيتوبلاست بالجهة الأخرى. فهاي مايكروفاج بالسكن سكريبينج ونشوف الأماستيغويد داخل المايكروفاج. نقدر نزرعها تريبل إن ميديا تتحول إلى بروماستيغويد. الأماستيغويد من نزرعة كلتشر يتحول إلى بروماستيغويد. السكن تيست بهالحالة يسموه ليشمانين سكن تيست يكون بوزيتيف. وطبعا بالريسيرش نقدر بي سي ار حتى نعرف السب سبيشيز مال تينيوس ليشمانياسيس. فالدايجنوزيس سكن سكريبينج فروم ذا ايدج اوف ذا ألسر نصبغها بليشمان اور جيمزاستين ونشوف الاماستيغويد داخل المايكروفاج. نقدر نسوي له سكن تيست ليشمانين يكون بوزيتيف. نقدر نسوي كلتشر عادة بالريسيرش يتحول الأماستيغويد إلى بروماستيغويد وقلنا بي سي آر. فهاي اللي قاعد تشوفوها هناك هاي كل وحدة من هاي يسموها ال دي بادي هاي ثلاث وحدات داخل المايكروفاج. الليشمانين سكين تيست يسموه مونتينيغرو تيست. السيرولوجي هنا ما يفيدنا عادة يكون نيجاتيف يعني من نسوي سيرولوجي ندور اي جي جي او اي جي ام يكون نيجاتيف لان هي سيلولار اميونيتي انترا سيلولار باراسايت وما توصل للبلاد بالسكن ما تسوي سيستميك انفكشن. فعاده الهيومرال اميونيتي ماكو فهنا السيرولوجي ما يفيدنا. بالريسيرش اكو هم مرات تسوي انيمال انوكيوليشن
only for research. فإحنا عادة التشخيص والأهم نقطة هو by skin scraping from the edge of the ulcer، مو من السنتر، سنتر ما نشوف شيء لأن كلها دبريز. فهذا بناخذ من الإج أوف ذا ألسر، نشوف الأماستيغويد هنا مثل ما تشوفون، هاي مايكروفيج وبداخلها هاي كلها مايكروفيج، وبداخلها هذا اللي هو يسموه ال دي بادي، اللي هو إيه هذا بي نيوكلياس وبي نقطة هنا مقابلها اللي هي الكايتوبلاست. هاي كل واحدة منها هي أماستيغويد، هاي بالسكن. فهذا الدايغنوزيس باي سكين سكريبينج. هاي التريبل ان ميديا والتريتمنت، طبعا قبل كانوا يقول اذا بالاكستريميتيز نو تريتمنت على اساس تعطي اميونيتي، بس هسه كلها لازم نسوي تريتمنت لان عندنا ديفرنت سب سبيشيز. قبل كانوا يسوون نو تريتمنت اذا مكان مخفي، بس هسه ماكو، هسه كلها تريتمنت. والتريتمنت هو سهل باي دراج يسموه بنتو ستام، بنتو خمسة، مو بونستان هذا اللي ياخذوه بالسنون انتي انفلاماتوري، لا بنتو ستام اللي هو بنتافالنت انتيموني كومباوند. وطبعا اذا كان بها انفكشن نعطي انتي بايوتيك، وهذا الديسفيجرينج حتى نقلله اذا كان تاخرنا بالعلاج وصار شويه السر نقدر نسوي كرايو سيرجري بالثلج، ونقدر نشيلها باي بلاستيك سيرجري اكسجين. احنا عاده نعطي بنتوستام، وطبعا اكو بحوث ينطون مي وملح، هايبرتونيك سوليوشن، زين كلها تفيد، بس التريتمنت باي بنتوستام. الميوكوكوتينيوس ليشمانياسيس اللي موجوده عندنا بالعراق، قلنا تصيب ميوكوس ممبرين اوف ذا نوز اند ذا ماوث، وتسوي له سيفير ديسفيجريشن. الحمد لله هاي ما عندنا احنا بالعراق الميوكوكوتينيوس، موجوده بالبرازيل وهاي مناطق بوليفيا، فتسوي فتسفير ديستركشن للنوز والماوث. نجي على موضوع كلش مهم اللي هو الكلى ازار، الفيسرال ليشمانياسيس. الفيسرال ليشمانياسيس كوزد باي ليشمانيا دونافاني، مو مثل الكوتينيوس ليشمانيا تروبيكا. الديزيز اللي تسوي يسموه بلاك فيفر. الطفل احنا بالعراق عادة يصير يسمر، اذا ابيض يصير اسمر ومسخن فيسموها بلاك فيفر، او يسموه دمدم فيفر، الحرارة ترتفع مرتين باليوم فيسموها دمدم فيفر، ويسموه كلى ازار، والاسم العلمي ماله هو ليشمانيا دونافاني او فيسرال ليشمانياسيس ديزيز. عادة هنا يجيكم بالاوت بيشنت تشايلد بيلو 5 years with fever not يعني not respond to antibiotic، ما اخذ antibiotic، فيجي يعني فيفر فترة طويلة من جماعة ال PUO، حط ببالك. ف ويا هيباتوسبلينوميجالي مثل ما تشوفون اسايتس ولمفادينوباثي، فيشبه اللوكيميا، ومرات بليدنج تندنسي يشبه اللوكيميا، فواحد يحط بباله اما لوكيميا او كلى ازار. نفس الشيء الدوغ يعتبر ريزرفوار هوست. الانفكتيف ستيج هو البروماستيغويد، والانسكت ساندي فلاي هي الفكتور. يوجوالي افكت تشيلدرن بيلو 5 years. بالعراق عاده نصيب التشيلدرن بيلو 5 years يوجوالي اريا اراوند بغداد، بس بالهند بالسودان بمناطق معينه يصيب الادلت. احنا الحمد لله بالعراق اونلي تشيلدرن. طبعا يختلف السبيشيز مال الباراسايت، فاحنا السبيشيز اللي عندنا يصيب تشيلدرن بيلو 5 years. فالمود اوف ترانسميشن هو انسكت بايت ساندي فلاي. دول الاشخاص اللي قلنا اكو انواع اخرى من الكلى ازار بالهند يصير الادلت، فممكن ينقل عن طريق بلاد ترانسفيوجن او نيدل شيرنج، دول جماعه المخدرات. بس الحمد لله احنا يعني بس بالاطفال
فعادة الانفكشن هو باي انسكت بايت. الكلينيكال بريزنتيشن قلنا هو تشايلد تجيب مستشفى الاطفال بي فيفر مور ذان 2 ويكس بي او عنده ويت لوس والليفر والهيباتوسبلينو ميغالي ومرات لمفادينوباثي اللارج لنف نود وعنده الانيميا ولو وايت بي سي ولو بليتلتس فيكون عنده بانسايتوبينيا. فهاي البرزنتيشن مالته وممكن طبعا الاميونيتي مالته تكون قليله تقل مناعته للشخص فممكن يصاب بالبكتيريا الانفكشن فيجينا اما كاف اور دياريا انتستينال انفكشن. فهنا هذا تشايلد هيباتوسبلينوميغالي والليفر والسبلين الاجمال تكون هارد والسايتس وياها هايبو البوميليميا. قلنا الباراسايت يسوي المونوس يصير عنده مونوسايت ميلانوسايت العفو ميلانوسايت ستيميليشن فيصير عنده هايبر بيجمنتيشن فلذلك يسموه بلاك فيفر. فهاي تحفظوها بلاك فيفر. وعندنا بالبلهارزية بالملاريا عندنا بلاك ووتر فيفر. فبالملاريا بلاك ووتر فيفر وبالشمانية دونوفاني عندنا بلاك فيفر. هاي لازم تعرفون الفرق بيناتهم. هنا يختلف عن الكوتينيوس. الكوتينيوس عادة هي سبونتينيوسلي سوي له ديسفيجريشن. هنا لا الديزيز از فيتال اف نوت تريتد ويوجوالي الكوز اوف ديث اللو اميونيتي ديو تو سكندري بكتيريال انفكشن اما نيمونيا اور ديزنتري يصير عندهم. ورا ما يتعب الشخص ورا فتره افتر ييرز يصير عنده فد ديرمال ديزيز يسموه بوست كلا ازار ديرمال ليشمانياسيس. هنا هذا ديو تو هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن بالسكن. طبعا بي عدة انواع استعرفون انتم مطلوب منكم الانواع مالته. فيصير عنده فد سكن ليجن years after the infection ورا ما يطيب due to immunological reaction فهذا يسموه post calazar dermal leishmaniasis. هنا اللاب دايجنوزز يختلف عن الكوتينيوس. الكوتينيوس قلنا نسوي scraping or bunch biopsy ونصبغه ونشوف الاماستيغويد. هنا بالفيسرال leishmaniasis قلنا نسوي له general investigation complete blood picture فيكون عنده pancytopenia عند الالبومين يقل والجلوبولين يزداد هايبر جاما جلوبولينيميا. الدايجنوزز هنا عادة نسوي له سيرولوجيكال تيست اما الايزا اور ايفات امينوفلوريسنت اور الايزا او هذا رابيد تيست يسموه ار كي 39 هذا الاميونو كروماتوغرافيك تيست بالشريط او بالكاسيت. هذا رابيد تيست سنسيتيف بس مو كلش سبيسيفيك. بايوبسي ممكن نسوي بس عاده احنا هنا اذا ناخذ سيرولوجي بس ممكن نسوي بون مارو بايوبسي ممكن نسوي سبلين اسبيريت وهاي البايوبسي والاسبيريت نزرعها بتريبل ان ميديا ممكن نسويها بي سي ار هاي اونلي فور ريسيرش. السكن تيست هاي مهم. السكن تيست هنا يكون نيجاتيف مو مثل بالكوتينيوس. بالكوتينيوس قلنا كان بوزيتيف. هنا السكين تيست يكون نيجاتيف لان مناعته قليله ما عنده انتي بوديز. ورا ما يطيب ويصير زين يصير عنده عاد بوزيتيف السكين تيست. فالسكين تيست يكون نيجاتيف بالفيسرال يكون بوزيتيف بالكوتينيوس. ابو الفيسرال ورا ما يطيب يصير عنده بوزيتيف سكين تيست افتر يعني تريتمنت. فاللابراتوري دايجنوزز هنا احنا عادة اللابراتوري هنا بالفيسرال ليشمانياسيس يكون باي سيرولوجيكال تيست.
أول شيء، لأن السيرولوجيكال هي مور سنسيتيف ومور سبيسيفيك ذان ذا بايوبسي. بالكوتينيوس قلنا السيرولوجي يعطينا نيجاتيف ما يوصل للبلاد، فبالكوتينيوس ديزيز السيرولوجي تكون نيجاتيف بس السكين تيست تكون بوزيتيف. هنا بالعكس بالفيسرال، بالفيسرال السيرولوجي يكون بوزيتيف والسكين تيست يكون نيجاتيف. فالإيمونولوجيكال دايجنوزيس أو السيرولوجيكال تيست أما دايركت أجلوتينيشن تيست ألايزا، طبعا احنا هنا نستخدم أو إيمونوفلورسنت، حتى نستخدمون إما ألايزا أي جي جي وأي جي إم أو إيمونوفلورسنت إندايركت إيمونوفلورسنت تيست. وأكو طبعا هذا الرابيد تيست خلال 10 دقائق تطلع النتيجة اللي هو يدورون على الأنتيجين مع الباراسايت يسموه RK39. هنا أنا رابيد سنسيتيف بس مو كلش سبيسيفيك. السكين تيست قلنا نيجاتيف only يصير بوزيتيف after treatment. فهذا الاندايركت اندايركت إيمونوفلورسنت تيجي سلايد عليها الباراسايت، نحط السيرم مال البيشنت على سلايد، بعدين نسوي له واش، بعدين نحط انتي هيومن ايمونوجلوبولين بي فلورسنت، ومثل ما تشوفوا اذا هو عنده انتي بودي فهذا الباراسايت تحجي الانتي بودي عليه، ونحط انتي هيومن ايمونوجلوبولين بي فلورسنت ونشوف. فاذا عنده انتي بودي راح يجي على الباراسايت يبقى مكلب، نحط انتي هيومن ايمونوجلوبولين بي فلورسنت ونشوف اندر ذا مايكروسكوب، فهذا يعتبر بنا اخذنا سيرم اندايركت ايمون فلورسنت تيست. او نقدر نستخدم الايزا، هنا أنا بالالايزا طبعا اكو انتيجين بالويل، نحط السيرم مال البيشنت راح يجي انتي بودي، وبعدين نحط انتي هيومن ايمونوجلوبولين بي انزيم كونجوجيت وذ انزيم، ونحط السبستريت ونقرا. هذا الرابيد تيست اللي هو اما يكون شريط، هنا انا نيجاتيف هنا انا بوزيتيف، هذا كنترول سي وهذا التي تيست، فهنا انا ماكو هنا انا بوزيتيف. او يجينا هالشكل كاسيت يسموه، هذا رابيد تيست كنترول وتيست مثل ما تشوفون، هنا انا بوزيتيف، فهذا يسموه ار كي 39 الانتيجين، فهو انتي ار كي 39 دور على الايمونوجلوبولين على الانتي بودي against the antigen of the parasite. فالمفروض الكنترول يطلع حتى نعرف هذا الشريط يشتغل، اذا ما طلع الكنترول فهذا ما يشتغل، واذا طلع التيست بوزيتيف فهذا هو هنا الطفل مصاب بال ليشمانيا دونوفاني. هاي بالنسبه للسيرولوجيكال تيست، احنا نستخدم السيرولوجيكال تيست. ممكن نسوي باراسيتولوجيكال دايجنوزيس اور تيشو بايوبسي، نشوف داخل ناخذ بون مارو اسبيريت اور بايوبسي، هاي عاده نسوي اذا سسبكت لوكيميا، اذا هذا الطفل لان تشبه الاعراض قلنا فيفر وليمفادينوباثي وبليدنج تندنسي فممكن يكون لوكيميا. فاذا سوينا مرات نسوي بون مارو اسبيريت فور دايجنوز اوف لوكيميا ما نشوف لوكيميا نشوف الباراسايت. فاحنا ما نسوي عاده هاي لان نسوي سيرولوجيكال تيست. بس هذا البون مارو اسبيريت او البون مارو بايوبسي يعتبر ديفينيت دايجنوز، يعني نشوف الباراسايت بعيننا مو مثل بالسيرولوجي. بس السنسيتيفيتي مال البون مارو مو مثل السيرولوجي اقل، يعني هنا سنسيتيفيتي يمكن من 60 الى 70% تقريبا، هناك بال 90 السيرولوجيكال تيست. بس هنا من نشوف الباراسايت هذا 100% يسموه ديفينيت او جولدن ستاندرد تيست، قيس عليه اذا شفنا الباراسايت بعيننا فهذا هو ديفينيت دايجنوزيس. طبعا رير اللي يستخدمون سبلين سبلينك اسبيريت لان يخافوا يصير رابتشر سبلين، او لف نود بايوبسي مرات لف نود عنده ما يعرف تشخيص ما جت بالنا كلا ازار، نسوي منها بايوبسي ونشوف الاماستيغويد. فهذا هنا بالبول مارو اسبيريت
وهاي هي داخل المايكروفيج. نشوف كل واحدة من هاي النقاط هي عبارة عن LD body. كل واحدة من النقاط هنا تكون هواية داخل المايكروفيج أكثر من مال السكن، والباراسايت يكون شوية أصغر. نقدر نسوي كلتشر، طبعا يتحول الاماستيغويد الى بروماستيغويد بالكلتشر تيبل الميديا او انيمال انوكيوليشن هاي فور ريسيرش. تريتمنت هو طبعا هم نفسه بنتوستان، بس هناك بالسكن ليجن انفلتريت اراوند ذا السر. هنا نعطي اي ام انجكشن ونعالج طبعا الانيميا اذا اكو عنده بليدنج، اذا عنده انفكشن انتي بايوتيك نعطي حسب الكيس. بس التريتمنت for the disease هو بنتو الخماسي، مو تنسون مو بونستان، بنتو ستام. وهذا هو نعطي انجكشن. هاي بالنسبة للشميني. التريبانوسوما بالعمل يركز عليها، هنا راح احكي لكم كل السريعة. عندنا two types of trypanosoma، African وAmerican trypanosomiasis. بالنسبة للأفريكان يسموها تريبانوسوما جامبيسينسي او تريبانوسوما روديسينسي، او اثنين يسموها بروساي. بيها تو فورمز، بيها ايبي ماستيغويد وبيها التريبو ماستيغويد. الايبي موجوده بالانسكت، الانسكت هنا يسموها تسيت سي فلاي، مو ساند فلاي، هنا تسيت سي فلاي. موجوده داخلها الايبي ماستيغويد، الايبي ماستيغويد تحول الى انذر فورم يسموه متاسايكليك تريبو ماستيغويد. فالإيبي ماستيغويد يتحول إلى another form يسموه متاسايكليك تريبو ماستيغويد اللي هو الانفكتيف ستيج. فالانفكتيف ستيج هو متاسايكليك تريبو ماستيغويد. من تعرف الشخص هاي سي تي فلاي تنطي المتاسايكليك تريبو ماستيغويد تتحول بالجسم إلى التريبو ماستيغويد. وبيها طبعا هنا قلنا تيبانوسوما بروساي اما روديسينسي او جامبيسينسي، مطلوبة منكم الفروقات بيناتها. هاي سي سي فلاي. وهنا عندنا اما من تعضى سوي له فد ليجن يسموها تشانكر، بعدين يروح للبلاد يصير عنده هيمات جنرالايز لمفادينوباثي، وبعدين اخر طور اخر ستيج توصل للسي ان اس للبرين، يصير عنده منينجو انسفالايتس. وهنا ورا مين يصير عنده منينجو انسفالايتس راح يصير كوما، وسموه سليبينج سيكنس ديزيز. فالديزيز اللي تسوي يسموه سليبينج سيكنس اور افريكان تريبانوسومياسيس. فهو ب 3 ستيجز، سكن او شي تشانكر، بعدين بالبلاد وباللف نود يصير هيماتو لمفاتيك ستيج، واخر شيء بالسي ان اس يصير عنده مالينجو انسفالايتس وكوما، فلذلك يسموه سليبينج سيكنس هذا الشنكر اللي بالسكن. وهنا عنده لنف نود انلارجمنت هذا السكند ستيج، واخر شيء يوصل السي ان اس والشخص يصير كوما ويسموه سليبينج سيكنس. الدايجنوزيس طبعا نقدر نسوي لنف نود اسبيريت هاي اللنف نود، بس عاده احنا هنا نسوي بلاد فيلم، ناخذ بلاد او ناخذ سي اس اف ونصبها بالشمنستين ونشوف الباراسايت. الباراسايت اللي هي تريبو ماستيغويد مو داخل الار بي سي، ان بتوين ذا ار بي سي. هاي كل وحده منها هي تريبو ماستيغويد، بها كاينيتوبلاست بوستيريرلي النقطه مالتها، هاي الكاينيتوبلاست، هاي النيوكلياس، ويطلع منها انديوليتنج ممبرين مثل ما تشوفون، ينتهي بفلاجيلا، فلاجيلا سنجل. السيرولوجي هنا السيرولوجي ما يفيدنا، ما نسوي سيرولوجي، قلنا اما ناخذ بايوبسي والاحسن منها نسوي بلاد فيلم. طبعا البلاد فيلم يختلف عن الكومبليت بلاد كاونت، بلاد فيلم قطره ونفرشها نصبغها للسلايد. السيرولوجي ما يفيد ليش؟ لان هاي الباراسايت التريبانوسوما بها انتيجينيك فاريشن، تقريبا كل 2 تو 3 ويكس تغير الانتيجين مالتها، فلذلك يعني صعب واحد يسوي له سيرولوجيكال تيست لان تتغير الانتيجينات مالتها. وبها كروس رياكشن وذ اذر باراسايت،
فممكن يعطينا فولس بوزيتيف، فلذلك احنا عادة نسوي بلاد فيلم. الامريكان تريبانوسومياسيس قلنا بها الفور فورمز، بالمان اماستيغويد موجودة بالتشيو، والتريبوماستيغويد موجودة بالبلاد والسي ان اس، وبالانسكت الانسكت هنا يكون باج يسموها كيسينج باج او راديو فيدي باج او ترياتوما باج، مو فلاي، هنا تكون باج. طبعا بيها البروماستيغويد والابيماستيغويد. الابيماستيغويد بالانتستين تتحول الى هم الى ميتا سايكليك انفكتيف ستيج، ميتا سايكليك تريبوماستيغويد، بس هنا بالفيسز مالته. من تعرف البيشنت وديفيكيت on the lesion فتنطي الانفكتيف ستيج الميتا سايكليك تريبوماستيغويد. الميتا سايكليك تريبوماستيغويد هي فد طور بين الابيماستيغويد وال تريبوماستيغويد، يعني كانيتوبلاست بين ذا نيوكليوس والبوستيرير اند، مو بالبوستيرير اند مثل التريبوماستيغويد. فهنا باي يسموه بوستيرير انفستيشن باي ديفيكيشن. البقيه الساند فلاي وال تسيتسي فلاي يسموه anterior infestation، يعني ويا السلايفة الـ infective stage هنا أنا with feces. وهم نبي هاي الترايوتوما bug أو kissing bug، يسموها kissing bug لأن تعض بالفيس. وهم نبيها skin lesion يسموه chagoma، عادة تعض unilateral swelling بالفيس. هذا ليش يسموها كيسينج باك؟ عرضها هنا بين يم العين، فصار عنده سوالينج اوكيولر سوالينج يسموها رومانز ساين. وبعدين يصير لنفادينوباثي وبالبلاد، وبعدين توصل للسي ان اس. الدايجنوزيس هنا همنا بلاد فيلم، نشوف التريبوماستيغويد او ناخذ سي اس اف نشوف التريبوماستيغويد. سيرولوجي ممكن نسوي بس قلنا ما نعتمد عليه لان بيها انتيجين فارييشن، مو كل شيء يفيدنا، مرات تعطينا فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف. اكو فد فحص بالعملية تاخذه يسموه زينو دايجنوزيس، نجيب ترايوتوما باك نفحص الفيسز ما بيها شيء، بعدين تخليها تعض الشخص بحطها بهاي القوطيه تخليها تعضه، وبعدين ناخذها ونفحص الفيسز. اذا لقينا الانفكتيف ستيج الميتا سايكليك بالفيسز مالتها يعني هذا الشخص كان مصاب، فهذا يسموها زينو دايجنوزيس. هنا نهاية هنا بلاد فيلم قلنا الدايجنوزيس، هنا تكون تريبانوسوما كروزي يسموها سي شيب، تكون سي شيب كانيتوبلاست مالت شوية كبيرة وأصغر من تريبانوسوما الأفريكان تايب، وبالعمل إن شاء الله تأخذوها التريبانوسوما تفصيل أكثر. وشكرا.